جزاكم الله خيرا. من أريتريا السائل ألف 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 يقول: هل يجوز إنشاد القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجهونا في هذا السؤال. لا بأس بإنشاد القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت هذه القصائد تشتمل على غلو وإطراء، أو تشتمل على شرك ودعاء للرسول صلى الله عليه وسلم واستغاثة به، كقصيدة البردة وما شابهها، فإنها قصائد محرمة شركية، لا يجوز إنشادها ولا إشاعتها بين الناس. أما القصائد النزيهة الخالية من الغلو والإطراء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بقراءتها وإنشادها، كقصائد حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الذين جاءوا من بعدهم من شعراء أهل السنة، فلا بأس بإنشادها، ولكن لا يتخذ لإنشادها وقتا معينا كيوم المولد أو مناسبة المولد، فإن هذا بدعة. أما إنشادها في غير تخصيص وقت من الأوقات وهي خالية من الغلو والإطراء ومن الشرك والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم.